مساء الخير، اهلا بيكم وحلقه جديده 90 دقيقه في معادي المتجدد دايما مع حضراتكم يوم الثلاث والاربع من كل اسبوع. بتشرف بان انا بقدم برنامج 90 دقيقه، برنامج كبير على شاشه المحور بقاله 14 سنه بيطل على حضراتكم من شاشه المحور، قناه كبيره، شاشه العائله العربيه، شاشه الوطن والمواطن المصري. 90 دقيقة اللي بيشهد انطلاقة جديدة زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا، جديدة في الشكل، جديدة في المحتوى. ده ضمن التطوير الكبير اللي بتشهده شاشة المحور بالكامل. يعني احنا عندنا الفترة اللي جاية انطلاقة كبيرة وتطوير مش بس البرنامج 90 دقيقة، لكل البرامج الموجودة على شاشة المحور حضراتكم هتلاقوا فيه تغيير كبير في الشكل وكمان في المحتوى. احنا دايما بنسعى للاستمرار والريادة كوسيلة إعلامية لها السبق ولها الريادة في سماء الإعلام المصري منذ انطلاقها من اللحظات الأولى. وعلى مدار سنوات طويلة كانت شاشة المحور هي دايما هدفها الأول هو الوطن، الوطن فقط. الحقيقة إنه الانطلاقة بيجب إن هي بتنسب الفضل فيها والشكر لكتيبة كبيرة، كتيبة عمل كبيرة بتعمل خلف الكاميرات. كل الشكر لكل واحد اشتغل وتعب علشان خاطر حضراتكم تشوفوا صورة حلوة على شاشة المحور وكمان تشوفوا محتوى كويس في برنامج 90 دقيقة اللي مفروض ان هو بيليق بكل المشاهدين. بحب اشكر في اول حلقة ليا على الديكور الجديد هذه الكتيبة مهندس الديكور وائل صالح وإيهاب حامد مهندس الإضاءة والإشراف الفني الأستاذ محمد بدوي وكل فرد في قناة المحور يا جماعة، سواء والأستاذ حسام وردة مدير الإضاءة وكل فرد على شاشة المحور أو موجود معايا في القناة، سواء أمام الكاميرات من مراسلين ومن إعداد أو خلف الكاميرات من مصورين ومخرجين ومساعدين إخراج، مش عايزة أنسى حد، بس بشكر كل الناس اللي ساعدونا في الطلوع بهذه الصورة والظهور بهذا الشكل المشرف. وأنا من مكاني بحب أن أنا أوعد حضراتكم أنه 90 دقيقة على شاشة المحور هيفضل دايما هدفها الأول هو الحفاظ على الوطن، القضية الأساسية هو الوطن، الاهتمام الدائم أنه يكون في حلقة الوصل بين المواطن زي ما حضراتكم عارفين وبين المسؤول. ده هدفنا الأول، أنه إحنا بنسعى دايما لحل أي مشكلة توصل لبرنامج 90 دقيقة. ويمكن لما إحنا بنعرض المشكلة مش بس بنعرضها فقط، لا، بيكون هدفي أني أوصل لحل. لو في مشكلة في محافظة، لو في مشكلة عند مواطن، المهم دايما أنه أوصل لحل المشكلة، ما روحش والمشكلة ما تحلتش. حتى لو روحنا بيكون في حل الأسبوع اللي بعده علشان تكتمل دايرة البناء والنمو والوعي، ودايما يكون ان احنا بنأدي دورنا كجزء اصيل من مهمة الحفاظ على مصر، ودايما يكون في الريادة زي ما قلت لحضراتكم في البداية لشاشة المحور. اهلا بكم في 90 دقيقة.